الو، الو، مساء النور. نعم بخير. مرحبا بك سيدتي. يسلمك خويا مصطفى. نعم عندي قضيه عندنا في بلاد بجايه ولا ما نذكرش. نعم تفضلي. شوف عندي قضيه، عندي الشيخ ديالي بات راجلي. نعم. ارفع علينا قضيه باش يخرجنا من الدار. عنده قطعه ارض، هاد القطعه ارض عنده عليها شهاده الحيازه. نعم. ومن بعد هذيك عطانا نبنيو، حنا رانا في طور الانجاز. صح. هو عنده يرفع علينا هو عنده شهاده حيازه، انتم واش عندكم؟ احنا ما عندنا، احنا بنينا بحسن النيه، هو اللي عطانا واش عليه. واش عليه، خليني قبل ما ندخلوا في النيه، هو عنده شهاده حيازه، انتم واش عندكم؟ انتم على قطعه الارض. هاني عارف، انتم واش عندكم؟ احنا ما عندنا والو، عندنا بنينا. نعم. في القطعه تاعو تاع الارض. بنيتو في القطعه تاعو تاع الارض. هاي ومن بعد عطانا رفع عن هو زوج مولادو، واحد سكن عنده 14 سنه وحنا بدينا نبنيو. خلينا مولادو، خلينا مولادو رفع عليكم دعوه باش يخرجكم زوجك وانتيا، لسبب لسبب او لسبب او لاخر، ما يهمناش، ما نبحثوش الاسباب. وين راح المشكل الان؟ اسمع، بعد تكرف علينا قضيه الاخلاء، استغرب اللي احنا اللي بنينا، بعد في المحكمه الابتدائيه في تزمان خرج لنا الاخلاء، كثرنا. نعم. على مجلس القضاء زاد خرج لنا الاخلاء. صح. هذوك هو دعوه التعويض. نعم. هو هذوك يطردكم من السكن لانه قرار تاع المجلس هو قرار تنفيذي لازم يتنفذ. بالمقابل بالمقابل زوجك عنده الحق يرفع دعوى قضائية تاع التعويض، ولكن نسألك فقط. نعم. تشوفي أنت كزوجة، تشوفي باللي مقبول الابن يرفع دعوى على باباه؟ ماشي الابن يرفع دعوى على باباه، بابا اللي يرفع دعوى قضية. أنا عارف هذه، باباه رفع دعوى تاع الطرد، حكموا عليكم بالطرد، خلاص القضية هذه. بالمقابل اون باراليل الاب زوجك راح يرفع دعوى على باباه. سقسيتك انت، سقسيتك انت، رفعت دعوه، يعني انت كزوجه تشوفي باللي الابن لما يرفع دعوه للاب تاعو هذا الشيء منطقي؟ هي في شيء منطقي ماشي منطقي. صح. الزوج تاعك هذا، الزوج تاعك باش الحق لك كراجل وتزوج بيك، وكيفاش باباه صرف عليه ولا ما صرفش عليه؟ لا لا ما صرفش عليه، كبر وحده. شوف انا نهضر لك الواقع، كبر وحده. تعرفي تعرفي انت كي كان رضيع صغير؟ لا لا انا عايشه مع زوجي. لا لا قبل 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 اسمحي لي، قبل هذه البابات تاع الزوج، قبل قبل ما تحكيليش على بابات الزوج، راني نسقسي فيك. هذا قبل ما يلحق لك راجل اللي كنتي، شكون اللي كبروا؟ باباه اللي كبروا، ما قلتش خلاص مالا. صح. بابا اسمعني اسمحي لي نكمل، اسمحي لي اسمعني، نخرجوا شويه على القانون. هذا باباه اللي كبروا، والزوج تاعك مستعد يرجع لباباه دراهمه اللي كبروا بهم؟ لانه الان دوموندي من بابا هذا منين ناضوا هما في المشاكل، هو ما يهمنيش المشاكل، كل انسان عنده هما اللي خدموا على باباهم. باباهم من بكري كانوا ينوضوهم الناس يحوزهم الزنقه، منين ناضوا للدنيا وباباهم يضربوهم. بابا خلاه يبني عند الدار. انا سقسيتك، انا الابن لما يرفع دعوى على باباه باش يعوض له السكن اللي بناه، شحال؟ 100 مليون 200 مليون 300 مليون ما عوض له، المحكمه عوضت له، ولكن هل هو مستعد يعوض لباباه من اللي زاد حتى نكبر؟ ولكن دوكا انا نهضر لك. شوف يا خويا المستشار، هذا الشيء ما يهمنيش بيني وبينك. ما فهمتينيش، انا ما فهمتينيش، انا ما عنديش وين نروح، نروح للزنقه مع ولادي 10 سنين وانا نبني. ما قلناش نروح للزنقه سيدتي، سيدتي انا عارف. نعم. انني فاهمك، كاين طرد، قرار نهائي لازم يتنفذ الطرد، لانه المحكمه والمجلس دار تاييد، دوك يعطوا له الصيغه التنفيذيه يجي يدير لكم الطرد، هذه مفروغ منها. ولكن انا حبيت نخرج شويه، نروح للجانب الانساني، ننساو شويه الجانب القانوني، لانه القانون ماشي دائما يدير حلول، احيانا يزيد يعقد الوضعيه تاع الناس. تبعي معايا دوك، نكمل لك الجواب. لانه الابن لما يرفع دعوى على باباه قطيعه الى الابد، الاب بين الاب وابنه، وهذه ماهيش الحياه، يعني الاب يدير له طرد واش عليه، نقبلها من الاب تاعي. ولكن بالمقابل ايضا لما تديري دعوى تاع التعويض ولو انه حق، ولكن النتيجه مش راح تكون نتيجه مرجوه، يعني حاجه كبيره راح يديروها بنيت. مانيش نقول لك ما ترفعوش دعوى، ولكن هذا القانون يسمح لك ترفعي دعوى اذا كنت حسن النيه واقمت البينه حسن النيه، وتلزم هذا الشخص اللي هو الاب تاعك باش يعوض لك. ولكن في نهايه المطاف راح تلقى ماهيش هذا هو الحل. عفوا ربما خرجنا شويه على القانون، ولكن احيانا ضروره تبيح المحظورات طبعا، يعني نقدروا نحكيوا على مواضيع بخصوص قضيه معينه اذا كان القانون يقدم فيها حلول ولكنه يعقد الحلول من جهه اخرى. ينتهي وقت البرنامج. شكرا على المتابعة وشكرا على الاهتمام وعلى الثقة. إن شاء الله نلتقي في الموعد القادم. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.